كيفية تشخيص مرض بهجت، ودي حاجة بيقوم بيها الطبيب، احنا هنوع عنها فقط، لكن مش احنا اللي هنشخص نقول ده المريض ده عنده مرض بهجت. ولكن اما بتظهر بعض الحاجات احنا بنجري على الدكتور لإلا يكون اللي حاصل ده مرض بهجت. يعتبر تشخيص مرض بهجت صعبا، حتى نفس الطبيب بيجي بصعوبة بسبب ظهور جميع الاعراض معا، وايضا لان الاعراض قد تظهر بسبب امراض عديدة اخرى. دي جزئية مهمة جدا، ان بيحصل اعراض كتيرة قد تتداخل مع الامراض الاخرى، عشان كده بيبقى فيه صعوبة في تشخيص المرض. لا يوجد تحليل شخصي واحد يمكن ان استخدامه لتشخيص مرض بهجت، لكن الطبيب قد يستخدم بعض المؤشرات والاعراض التالية لتشخيص المرض. يعني في شوية اعراض هي اللي بتبين انه غالبا ده مرض بهجت: الاصابة بالقروح الفموية 3 مرات خلال سنة واحدة، ظهور قرح تناسلية ثم اختفائها، ظهور قرح جلدية، التهاب في العين يؤثر على البصر، ظهور كدمة أو تورم على الجلد عند وخزه بالإبرة، مما يعني أن جهاز المناعة بيستجيب بنشاط زائد لمحفز معين. طيب لو جينا نشوف علاج مرض بهجت، برضو الجزئية بتاع التشخيص اللي فاتت والجزئية بتاعت العلاج دي مش شغلتنا احنا، مجرد ان احنا بننوه عن الحاجة وبننبه، والعلاج والتشخيص دي وظيفة الدكتور. الحين ان هو الطبيب بيعتمد العلاج على شدة الاعراض، قد يحتاج المريض لاستخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية فقط اثناء الهجمات، او قد لا يحتاج لأدوية اذا كان المرض في فترة الهداء او الهدوء. كما يمكن ان يحدد الطبيب العلاجات التالية: الكورتيزون الموضعي، بيستخدم مرام كورتيزون موضعي لعلاج القروح الجلدية تخفيف ألمها، بيستخدم غسول الفم يحتوي على كورتيزون لعلاج القروح الفموية، استخدام قطرات العين محتوية على كورتيزون لعلاج ألم واحمرار العين. وطبعا استخدام الكورتيزون ده الطبيب اللي بيقوم به، لأنه بيبقى ليه ضوابط معينة. وكذلك استخدام الكولشيسين، وهو مضاد قوي للالتهاب، بيستخدم عادة للتحكم بأعراض مرض النقرس، لذلك قد يكون مفيدا لعلاج الالام المفصليه المتعلقه بمرض بهجت. وبيستخدم الكولشيسين ومضادات الالتهاب القويه الاخرى بين الانتكاسات ايضا لتخفيف الضرر الناتج عن الاعراض. في مثبطات المناعه، قد توصف ايضا مثبطات المناعه لياخذها المريض بين الانتكاسات، مما قد يساعد على تخفيف الاعراض وايقاف جهاز المناعه عن من تدمير الامسجه السليمه. من هذه الادويه الازاثيوبرين والسايكلوسبورين والسايكلوفوسفاميد. نكمل المره الجايه.